أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا حكمت الله بنيا آيات قمتم إيا السقارات وصورة البقرة كاملة وعن سوء قرني عشر كاني أفرتا إيا أفرات أنه أخذ حجرنا سورة اللباد وقرآن كاملة. إلهي سبحانه وتعالى وحونا غصة ورمي عشر كان أعيز ودا ليهي أرنتكو سابسنا يدي حكس إيا عمر هذا يا إلهي ما غصة ورمي دوابك بين الصفا والمروة اعتقادك أصحابك أيتقبين وقته مركة في جاهلية قدم بيسي يوحي إلهي سبحانه وتعالى أرنتها سوكي لأيانه هو صوم هرمي. مرك إلهي وضوء نسوده سبحانه وتعالى ومن تضوع خيرا خير قفل قفل تضوعه أو إنت مركا سهبنا هذي أما واجبك هذي زيادة كبضا سمايا إلهي سبحانه وتعالى وقصة واضنا يا عالمون فيها إلهي. آيات هذا إن ميشان في القرين وهي في سورة التين منك يهودة هاي جارها رجع أحبار تودة هاي علمات هاي لأن الله به جل كعب بن الأشرف لأن الله به جل مالك بن سيف عبد الله بن سوريا لمن في أهاي أحبار اليهود ومرك في كتاب التوراة هاي بالجلي أو تحريفي أيا إلهي سبحانه وتعالى نوضو همايا أيا ذو قاعدة نوجو فيهالي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. إلهي مرك وحوله سبحانه وتعالى إن الذين كوا يكتمون قرنايا وضفت كقرنايا ما في أنزلنا أن سود الجنيء من البينات آيات عد عبأة والهدى هنونة من بعد ما إنت كذبوا لإله بيناه أن وعدين كاف للناس ضفت في الكتاب كتابك أن وعدين تورادة أولئك كوا صول إله يلعنهم الله ألا يلعنضي ونعريفين تكبيرينيا ويلعنه محا لعنضا يودا هدنا ألا ألا عينونا كوا وحا لعنضي دبضاني وما رأيك إيا مؤمنين تأه أما الشيخ استقوا إلهي خلق إيسا هو حباراي إلا الذين كونوا يانا يولا إلهي تابوا صون غلي أهرين تأسكال الله أبتي وأصلحوا هذا جي عمل كودا وبينوا عدي يوه قريان فأولئك كوا صول إلهي أطوب عليهم كوا هو أنفسون قوا يا طوبوا هذا أخبرا أيان أخبرا يا وانا عنونا التواب
اللي هي صوب أقبلت بدن أيامها الرحيم واللي هي محريص أيامها أيضا هذا مرك إله سبحانه وتعالى وهو نظر رمية كدمان الكتاب كتاب كأول قريه أو مرك أسيوها وصن هين لغشي أبو أي إله نظر رمية حق أي قدك تقرين أيام أو مرك أسي وهو يبادل كأي داهرين أيام حقا هو يقرين أيام لأنك يهود هذه الليلة وحاكا منها الحق يقرد جرين لفضل رسول كان عليه الصلاة والسلام هي آية نبضا وكلا تصير آية الرجي أي قرد جرين أيضا مركعة مصالح الدنيا إليه لا السنة ودناء الدنيا مركعة أردها سقرين آية هذا مركعة هذه الليلة علماء اليهود أي آية نفسه دكتين وهو هي آية سريعة ونقوم نيسه حالي يروح هي علماء اليهودين وقاعدة كل آية وردت في الكفار تجر بذيلها على أصوات المؤمنين كل آية وردت على الكفار تجر بذيلها على أصوات المؤمنين آية كسر وقالوا في سود الثاني دولة وحي كجيل سابقة معرفة أصوات المؤمنين مركع بها دليل علم كتاب قارسي أيال لقد هدنا وهو كتاب هذا كاتوا لجسوا تبي وهو كتاب القرآن كذي ما رفيع علماء الإسلام أي قريان أيه ومرسى دنا داره الدنيا خله وفي أوسان هذي وهو غش يدان أيه نويسوا جلايا ملعونين بين قنايا وكاسوا ليه سبحانه وتعالى إن الذين قوى يكتمون قرنا يكتمون الناس تقع يك قرنا ما في أنزلنا أن سود جنود إلهي هو من البينات آيات عبد وله جاهلون وهو يسير هذا ما رتورا رسول شيغني آية الرجم قد كمكاتي ناسي إلى منك ما رتيا منك نوء آيين محسنا ناسنا إساء صوت رأيها لذا دكول بوسي أيه وهو يمدح الودل أي قريان سفي رسولك عليه الصلاة والسلام أي قريان وحضرن اي قريان هو نبي عليه الصلاه والسلام قال هي اخلاق ديتي ماشي وقضى شيء الى ما ركعوا بغن اي قريان ايغو ما كان دا زك كقرين هاي او اسمها هي اذا بي الشيطان او هم كشيطان نفس محمد اي ولا راعايا ادين كان وقع بماي من تبكيني يا هي سليمي ايا ماشي خبحيته سلا في سدهاي بس هذا واحد مركا سي ارينتا سدي علماء اليهود حي هاي منصب أدوية دونايين أفضل منصب أدوية دوناي أو سيدة الحق هو ذا اللي حدنه أيها وخلعيون نقنية ما أنزلنا وضع نسود جنود إلهي أو من البينات آيات عبد أهوال هداهنون من بعد ما انت كذبوا الإلهي بيناه كاس أن أعبين للناس ضدك في الكتاب كتاب كان أعبينه كتاب كان هذا الشيء داري وطوره داري لأن هذا الكتاب كان القرآن كان إلهي وهو البوك أدعيه وما فردنا في الكتاب من شيء نفسي دونا إلهي مركو كتاب كأدعيه وهو البوك أدعيه عند مركة تقريسة أيها أيها نسلح ذوك لما قنعش الله فقوة صول إلهي استفلاء السلام يلعنهم الله الله يا لعنة باية معنى ذا نحوي إلهي سبحانه وتعالى نحريسي سعنه قبل إلهي ونحريسي إلهي ضد أن نرن بهلي إلهي مقران قل ملعونين فاسق نغضان ويلعنه محل لعنبا يوضها قال الله عبدنا سبحانه وتعالى قال الله عنونا ووح لعنه دبران معين لعنده من الله يهديئي كتما هذا إلهي مخلوق يسنا وها الله لعنبا إيه لعنبا يان سيدا ملائسة يددك مؤمنين تاوي أما شيك السؤو إلهي مخلوق يسا أيا لعنبا يوي جنيه إنس يا لعنبا يا شيك السؤو لعنبا يا حتى الجمادات جيلها إيه مكاس وحيا الله جمادتك أيها العمرية ملايذا برد كود جراء العمرية أي الحديث نبو حوضة العافية يلعنه كل شيء نوضة قفك عافية شيء كسا أيها العمرية حتى الحيطان في البحر برد ملايذا كود جراء الله كنه وحكسا أيها العمرية معايلا العمرد من الله يدعوه ذات ماله مخلوق إلهي يؤدى نوي العمرية مركز رسول الله إلا لكن الذين قوة تعبوا صوى النقضي ذاتك دين بغاس جلي وصلها سهاري
اسمها مستفصل ولا غادي انتصر انه يهار صفيحان إلا الذين يكون مويان ليسير هذا قلنا إلهي سبحانه وتعالى قلنا لعنا ذي من تابو الصوان نقضي فجعوا عن ذلك ويأرنت عصيقا كدمان في إكلافتين ووحيا بها إقاريج لنا إكلافتين ويسوء إسلامين لكن هذا الوحيد كان وحو خاص كنا غنيا لمن مات كافرا قفت أسوى قارة وأرنت عصيقا ما يجي ركو إنت لكن قفت أسوى مؤمنة إنت حاسب الله كدكتين وعيد عاصب الله سبيه وعيد كان سوى من قلعه المركز العنب بحبار نبضى لنا قفضة معينة هالي العنب اللهم هالار ولو قال بالله سبيه إلا إني سبنا سمه يعني إنه قد انتي كفر أو قد انتي لكن قف غير معينة ولا لعنب كراء كافر يا معافية وعصاد لعنة الله على العصاد لعنة الله على الكافرين لعنة الله على أساس والإيسر لكن قف معينة إلا لعنة مبنانا معايا لو أحد أكرت إن إلهي سبحانه وتعالى يقصوا الله بسه لكن هذا الله بصدق إنه يكون في كل مسيح ولا لعنة بكرة إلا لكن أيود إلهي الذين قوة أبوص ونغضي وأصلحوا هذا عمل قوله وبينوا عبدي وحي قريب جرين عبدي فأولئك قوة تود إلهي أتوب عليهم وأنقصوا ونقنيا ومعناها التوبة والأيان أقبلية وأنا أنون التواب عليه التوبة أقبلت بلن أيان هاي الرحيم علينا حريص أيان هو مؤمنين فأنا حريص اتكسوا الدنب قسادي إلهي سبحانه وتعالى أصول نغطه إلهي سبحانه وتعالى أدو منكي فأنا حريص بليه إن الذين قوة كفروك في يوم إلهي هو ما قد انتي والحال هم يغن كفار قال إيهين لايك قوة عليهم كالقوة وحا أهانية لعنة الله إلهي لعنة ديسه يو الملائكة ملائكة لعنة داره يو الناس ذاتك لعنة دوره أجمعين دمان وهوي هذا إلهي سبحانه وتعالى ذاتك هذا قفر يخصوه الله بطي أي إلهي حوم فوضا وغوها مي ولوين كان مركا هذا وحوي قفر قعيه وكجر أهرين تاس كجر كل انتي علومها النقضان أم غير فوضا النقضان وعيغو قال لمدي الدائمي كل انتي سيلا حوم كور ويهي أي إلهي سبحانه وتعالى نوشي إياه مالك الله وحوده سبحانه وتعالى إن الذين قوة كفروا كفريين وما قوة انتي والحال هم يغنوا كفار قال إيهين وقال لمدو إليه قوة انتين ورائف قوة سود إلهي عليهم كركوة وحا أهانية أمجع عليهم كركوة وغيها تليلا لعنة الله إليه لعنة ديس محريسة الله الله قد يراده يا والملائكة ملائكة لعنة ديدة يا والناس تبكى لعنة دولة أجمعين دمان أردت أسئل متيسانة يا أدوني آخريكم متيسانة يا خالدين حالهم كوكوارا والإله فيها لعنة داس أما النار سوي هاي لعنة ديت ماذا نارا إيمانيس خالدين حالهم كوكوارا فيها لعنة داس كوارا لا يخفف لغفو ليلين ما يوم إلهي أنا ما يجي حقوق هذا العذاب عذاب عذاب يجيل أيام لقفوا لأنه إلّا الاحتلال عذاب تبرد بعمار الإلهي لا يخصصوا لقفوا ذين ماي أنا ما حقوق هذا العذاب عذاب ولا هم أنا أهان أيام والإله سبحانه وتعالى ينظرون كل وكر تهان ماي أو توبة يمعذر لقى أقبل المال هاي لقفوا دي أو انتوها أو قدم تي أي مكان في إلهي ما أنت قيام الصبح هنا الصبح هنا هذه سواتوها لكل عبد يبعث على ما مات عليه أدونك سوحال وصاب حنا وحو قدم أدونك مركو جوري وإعو هاي هيا ما أنت قيامال وصاب حنا يا مركا واحد توباء واحد معدلاه ولا لا أقبر عليه لبنا مجر توب الله وإلهكم إلهي نوض إلهي وإله إلي كم مطيفتي إله إله وي واحد أوكلي إيسا هو واحد نظير عن لهين لا سبيس إلى استفاد كيس أفعاشيس لا إله لا معبودا بحق في الوجود الحق الوعب ونقوم كان نجوه إلا هو إستغموي الرحمن الله نحريس عام كان حريسوي الرحيم الله نحريس قاس كان حريسوي أيضا أيضا ويسو دكتي ولو أيضا دك وحيلا دان مكيك سو دكتي أيضا إيه ما بعد هذا حوضاه هو مكي
إنك سوى سورة سان صومرنا أي سورة مدني أيها وإذا سودكت أي آيات نوانك كفارتا أي أيها رسول كينا حيكورا عليه الصلاة والسلام سفلنا خبك إيدهن محمد هو خبك هذا الموصف إيده خبك هذا الموصف إيده وأدنه يريسك خبك هذا وحقه إيه يسفل إسكاليه وشكر عربي أهين من كاس أيها المركز هي عابدائي سدح بقول إيه لحظة سلام أي عابدائي وكعبد هرير هذا السورة عزيز السوكة سورة الإخلاص أيها المركز أيها الهدين أيه مركزون إلهي يحاكل هذا وإلهكم إلهين أو مستحق للعبادة منكم إيه الله إلهي إذا كان مطيسي أول الدون إله عابدان إله إله إيه إله سوى واحد أكليكم وحان ثلاثة برانه الطميسان ما هن إلهي سبحانه وتعالى الله عبادة إذا كان مطيسي وإله كليسا لا نظير له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وحمرك سؤلك ممجران حق ذات ليس حق صفات كيس حق أفعاله لا إله لا معبودا بحق في الوجود الحق هو أبونا كون كان مجره إلا هو إسلامي الله إبادة متأسي هو كون كان هو أبونا المجر لا معبودا بحق الموجود إلا هو الرحمن هو الله سنة الرحمن نحريس عامك او قودهانه او ادنيرانه الله نحريسه ويه الرحيم نحريس خاصك او قارهانه نتك نحريسه ويه او آخر كوكو وندتك مؤمنين سلاح مسي نبو عليه الصلاة والسلام او يري او آيات السود اكتي اي نبو عليه الصلاة والسلام محاد دليل اهيده المسي انو الله سلاح سويه محاد دليله وهي الله هذا أتشريك يسد محاها مرتا في الدلوء هي لها وذيب هو إلهكم إله واحد وي مرتا سأعي ذا نسود التي إلهي مرتا سعود هاي إن في خلق السماوات سماوات أبو رصودة إنه عن مرتا في إسم كيدي العايات وي في خلق السماوات والأرض آيان جملين سعنا خبر كيدي واي مرتا وحان سوك الهرمى خبر كي مارت يا إيو إستياس وكرهر مارت مارك هذا واحد ماشي عن الله ورمى آيلها كان وعوي في الجيد آيل هدوي وشيكة مارك هاتي آيات أخطوصين علي إلهي قدر لي في وحدانيس التصالين عيلا واتي إلى هذا العلماء وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد شيكة أو كون كان آيات بي أو كتوسيعي إلهي سبحانه وتعالى وحداني بيس ولكن إلهي يقول سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات سماوات أبو رسوله سماوات كانت رضعه يو الأرض أرضى أبو رساله يو حكس من العجائبة يو اختلاف الليل هلين كإسخلاف كيس يو النهار مالين كإسخلاف كيس هلين مالين حيث سخرافة إما شد إيه تجده زيادة إيا نصرانتا مجدبة إيا إبتينتا أي سخرا طاين إيا وحبلان أو مكاس قد أحجروه سماواتك وإلهي سبحانه وتعالى عجائب كذا وحاكم إذا إلهي سماواتك قرع يوبي أيضا وحكي رئيسك في سنة هذا نوع هو يقرع ذو سمد أفر هذه خطالة هذه أما سمد صلب هذه خطالة أيضا ومركز أو إبتينيسا قدك أخلد أنجوه إبتينيس أو أنفعي سويه ما تقام إكلايا هذا هو حوالي حدقها إبتيم ليس حدقها إيوانا مركاسي وهي إبتيم يا نفك أخلاد الجوغة ويكوها هنا يا أيضا مركاسي توابط أخل مركاسي في العرش الرجع الجائتين إذن الرجع هو يتاقلت إلهي وافدي واصغي برأي وقصي حواسيا إيه مركاسي وحل سوكو بكرمها أفلن ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وأتوا إليه يصيبونه أرد هذا مثل الإفرادي من الجمع عليه في السماوات والأرض أرد وحوي جنس جيدة أيام ليسن ومركز فيها هي ترابته هي مركز أيام ليسن
هذا لما كوحاء إسقلاصن سمرة جنس جيل وإسقلاصني مقصود إلهي إن في خلق السماوات سماوات كأبو رسولة يو الأهل أهلد أبو رسولة وما فيه ما من العجائب وحياذا عجائبته سماوات أهلد لحجرة يو اختلاف الليل هذا أنك إسقلاص كيسة يو النهار ما أنت إسقلاص كيسة يو الفلك دونك يو إلهي الله في دونك سو تجري دريريسة في البحر بضع نحية في الدرويس مراكيك تسوى وين يدو منك أسألوا لك إذا ويقول إنت أسوق علي السلام بضع هو فأنو قوسين يو الفلك دون تولى إلهي مفرد إيه جمع إنت بو الله استعماله دو منك حتى أولك إيه خطا الله في تأسوق تجري دريريسة في البحر بضع كو دريريسة بما شينا للدريريسة الله سعط ينفعون عاصدك عن فعالي وحدك عن فعالي تجاريك يا حمولك يا وحكك أي مارك يا وران إيه وما في عنزل الله ألا أسود جيي من السماء سمد أكسود جيي أو من ماء بيئة وهو مضح كوي إيه وما في عنزل الله ألا أسود جيي من السماء سمد أكسود جيي أو من ماء مضره إلهي فأحيا دلن ألا أنولي بي بساب الماء ماء سبب كيسة الأرلا أغلد أكنولي أو النباب أكياني بعد موتها أغلد إما شريرك بعدي الذي مكي إنفيق الله شو أبارع كل عبد وبس الله واكل الجي فيها أغلبة من كل دابة دابت لأس كل يرأيك كالجي وبس الله واكل الجي فيها أغلبة إحدادة من كل دابة دابت لأس دابت وحال إحدادة كل ما يدب على وجه الأرض يالو لجي هذا ويا الرغى أصفرك لكت كبال إحدادة هي وتصري في الرياح يوم إلهي ضب إله اسم الدد الكود وتصري في الرياح ضب إله اسم الدد الكود معناها ضبعيش وحوي مر جنوبي كإمانيسا وغوي كإمانيسا مر كوفوري كإمانيسا مر وحوي ملاي كإمانيسا مر ملاي كإمانيسا جهويسا مر ويقرصها مر وقبودها مر وهبوبه وإدبانيسا حوغ إلاده مر نوحوي وابعت واحد لونتا تصوي إذا مرك الله بقى يبغي أقل سميتا تبعيش مد أو تحمد أحدي مد عذابه خلاص أقل سميتا رسمك سيسون أفر أصيق السميا رسمك تقيد فتمقع إسكالالة فأحمد مد مرك هاتو ودى أو مباشراتك مد فأحمد تبعيش ودى وحالي إلى مباشرات والدها نشف والدها مصطلات والدها فخاء والدها مدى عذابك ودنا عاصف ولي هذا عاصف ولدها قواص حوالي بضي فيما ذا عقيم إلى صرصة ولدها أيضا قواص إيوان حق برده أي مركز فيما ذا وعصودنا أسمادا قرانك إيالي هلا يا ودي ألي إلهي وأنه كتب دونا مركز إلهي يقول سبحانه وتعالى إيه وتصري في الرياح ضبيله قد قدون كوني ضبيلها مركز سوى حوالي مروا البمارة سيأتي سبب الدلايا هي والسحاب السحاب جو الهي المصخر قول الله ليلي هي والسحاب السحاب كضرور سوي المصخر قول الله ليلي الهي امر كيس وعرك الضرورة تبدا بين السماء والارض هل ماشي الهي الدواء استغسع الصحاب وحلنا ينملها هي والسحاب السحاب كو الهي ضرورة المصخر قول الله استخروا لليلي بين السماء سمد إحياء إيه والأرض أغلب وحكو إلى إيه سنجرين بين السماء سمد إحياء إيه والأرض أغلب لآيات آي رأي خصوصا انت أتوي مكار آي رأي خصوصا نوع إلهي سبحانه وتعالى دلالات على وحدانية الله تعالى وقدرته آي رأي خصوصا علينا إلهي قدرته وحدانية لكي أوسوليه لقوم من قوم أي أوسوليه نوع إلهي قوم خاص ويحصلون جرم عليك وهو يدك واحتدبر ايه او احفكر ايه هيا ايه او صنطه تبكى تا ايه او صنطه اتكى سوحوه ايه او مصونا لآيات ايه رأي اتصر نوع الهي دلالات ايه على قدرة الله تعالى وحدانيته لقوم قوم او صنطه قوم كاسو يحصلون او غرم ايه تدبر ايه اتكى سوحوه ايه كون كان ايه او مصونا
maayna dadka aktar koodu ayagoo waxba aan fikiraynin oo sidii xayawaanka jooga oo sidii xoolaha iyo duurjoogta oo kale ah ayay ahlada iska joogaan. Koonkaasay ku dhex nool yihiin, wax ay gartaan ma jirto weye. ilaahayna hadda qof kasta ay ahayd ugu sugan tahay laqoomi yacqiluun u dhah. ayadoo marka ilaahay adiladaas ay khusaaraynayso qudradiisa ee waxdaaniyisa ayay haddana ilaahay keyrkiisay caabudayeeno waxba aysan cibro qaadanaynin. markaasuu dhahay alla subxaana wa tacaala wa min annaasi dadka waxaa ka mid a man duuni yattakidu yeelanaaya min duuni ilaahi ilahi keyrkiisa andaada shuraka ka yeela asnaam andaadaasoo yuxibuunahum ay jecel yihiin say u tacdiimaan u khuluucayaan ka xubillaahi ilaahay jecelkiisoo kale ay ka xubihim lahu weeye. waladiina kuwa aamanuu rumeeyey ayaa ashaddu daranowd ilaahay xuban jacaylka lilaahi alla la jeclaado sida markaasi kuwaasu andaadaasi ay jecel yihiin si ka daran ayaa mu'miniintu alla u jeceshahay. walow goorowd ilaahay yara ladiina kuwa ay arki lahaayeen dalamuu dulmiga falay oo itikaadu andaadka sameeyey id waqti yarowna alcadaaba cadaabka ay arkaana u dha ilaahay maxaa yeele laana alquwata awoodi u dha ilaahay lilaahi alla ay u sugnaatay jamiican xaal aysa sii dhan waana allaha allane shadiidu lcadaabi cadaabkiisu alluhu daran yahay wey ilaahi subxaanahu watacaala. markaasi waxa weye waxaa markaasi waxaa lasoo qadirayaa taqdiiraa lasoo qadirayaa oo jawaabulowdi ayaa markaasi maxluufa weye macnaha low calimuu fi dunya shidata cadaabillaahi weeye hadday ogaa lahaayeen adduunka ilaahay subxaana wa tacaala cadaabkiisa jadiif bay adunyada ku ogaa lahaayeen. awooddana alla uu iska leeyahay waxdahu lama takhaduu min duun ilahi andaadan weeye ilaahay sukadiisa ma samaysteen markaasi wax alla ay garab dhigaayeen oo shariif. ilahay wuxuu subxaana wa tacaala wa min annaasi dadka waxaa ka mid a man duuni yattakhidu yeelanaayo min duuni illaahi ilahay sukadiisa andaadan shurako ama asnaam oo yuxibuunahum ay jecel yihiin dadka asnaamta caabudaaya waxa ka dhacaaya iyo markaasi say u tawaalucayaan waad yaabaysaa waa dad khasaaray oo hoobay weeye way jecel yihiin weeye tacdiib iyo khuluuc iyo wax walbay u samaynayaan ka xubillaahi ilaahay jecelkiisoo kale laba macnaa ku jirto. haddii la yidhaahdo markaasi ilaahay ayay jecel yihiin hase yeeshee waxa weeye asnaamtaana sidai alla u jecel yihiin ay u jecel yihiin, laakiin wax hadda markaasi isgarabta aanaa dayba ilaahay iyo asnaamta isku mid ay ka dhigaayaan dadkaasu dad mushrikiina weeyo jecelkoodaas waxba kasoo qaad ma laha. ka xubillaahi ilaahay jecelkiisoo kale ay ka xubihim lahu weeye macnaha ka xubilmushrikiina lilaah sida mushrikiintu markaasi alla uu jecel yihiin maxaa la tuqasawow fi lmaxabati bayna allahi waalandaadi ilaahay subxaana wa tacaala waxay ku sideen iyo shurakada ama asnaamta ay maxabada ku sideen. waxaa kaloo dhihi kara uu iyagu sii fiican tahay in la yidhahdo markaasi ka xubilmu'miniina lilaahi maxaa yeele maxabatu lmushrikiin oo asnaamta ay jecel yihiin ayaa waxay lamid tahay maxabada mu'miniintu ay jecel yihiin alla ay jecel yihiin sidaasaa rawilow macnaha ugu fiican. maxaa yeele waxaa ishkaal uu ka dhalanayaa haddii la yidhahdo siday alla u jecel yihiin ayay asnaamtana u jecel yihiin dad alla jecel inay yihiin ayaa meesha ka imaanaysa allana ma jecla. marka waxaa la leeyahay wa min annaasi dadka waxaa ka mid a man duuni yattakhidu yeelanaya min duuni illahi ilahi sukadiisa andaadan shurako oo yuxibuunahum ay jecel yihiin ka xubilmu'miniina aad leeda markaas mu'miniinta jacaylkoodoo kale allah alla ay jecel yihiin sida mu'miniinta alla u jecel yihiin ayay ayaguna asnaamta u jecel yihiin. hase yeeshee ilahay wuxuu yuri waladiina kuwa aamanuu rumeeyey ayaa ashaddu daran xuban jacaylka lilaahi alla la jeclaado ilaahay subxaana wa tacaala si alla alla mu'miniintu ilahay wuxuu ilahay subxaana wa tacaala dadka mu'miniinta ayaa xubiga ilaahay aad iyo aad maaragtay ugu daran yahay oo waxay markaasi ka xubi badan yihiin mu'miniintu say alla u jecel yihiin waxay ka badan tahay oy ka xoog badan tahay sida markaasi mushrikiintaasu ay markaasi asnaamta u jecel yihiin.
marka meesha waxaaba laga saaraya mushrikiinta markaasi xubdikooda meesha laga saaraya walow yara ladiina in la akriyo amarka waxaa kaloo la akriya sa la akriyo saa dilaya khidaabku waa nabi caleyhi salatu wasalaam ayuu qof kastoo muminoo khidaab ka suusuo walow goorowna ilaahay tara aad arki lahaaday aladiina kuwa dalamuu dulmiga falay id waqti uu ilaahay yarowna alcadaaba cadaabka ay arkaayaan la ra'ayta amran cadiima yaa guluuda maa saa laga soo qadiraa masa amar weyn ayaad arki lahayd waxyaabaha qabsanaya iyo waxa ay la kulmaayaan iyo siday u faliixoobayaan ee asnaamta iyo ayagaba naarti laysguda ridaayo uway quuso doonaan waxa ay caabudayaan ilaahay qayrkiisa maalintaas baad arki lahayd ow ilaahay amar weyn oo cadiima aad arki lahayd walow goor tara aad arki lahayd aladiina kuwa dalamuu dulmiga falay daalimiin waxay ku yihiin itikaadu alandaad id wafi yarowna alcadaaba cadaabka ay arkaayaan la ra'ayta amran cadiima wey maxaa yeele ana alquwata liana alquwata awoodow ilaahay qudrada iyo qaradadu lilaahi allay usugnaatay jamiican xaalaytaasii dhan ee ilaahay qeyrkiisa wax awooda u leeyahay ma jirto wa ana allaha allana shadiidu alcadaabi cadaabkiisu adigu daran yahay weeye saas la yidhaahdo haddii kaleentood gadaal ayaa markaasa taqdiirta jawaablowd ay ka imaanaysaa haddii yaa la akriyo walow goorowd ilaahay yara aladiina kuwa ay arki lahaayeen dalamuu dulmiga falay oo itikaadu alandaadka sameeyey id waqti yarowna alcadaaba cadaabka ay arkaayaan maxaa yeele ana alquwata liana alquwata awoodow ilaahay lilaahi alla ayay usugnaatay jamiican xaal ay tahay sii dhan wa ana allaha allana shadiidu ciqaabi ciqaabkiisu alihii daran yahay weeye lama takaduu min duuni illahi andaadan ilaahay sukadiisa asnaan ma samaysa lahayn id waqtood ilaahay tabara'a aladiina iddaan markaasi sii horaa laga bedelayaa id waqti ayay arkaayaan ow ilaahay subxaanahu watacaala alla cadaabkiisa tabara'a aladiina kuwii ay beri noqonayaan ittubicuu la raacay markii waxa weeye kuwii ku-arsada ahay oo baadilka lagu raacay ayaa markii cadaabkaas la arko way beri noqonayaan oo dadka ay baadiyeeyeen ayay ka beri noqonayaan id waqti ayay cadaabka arkaayaan oo ilaahay tabara'a aladiina kuwii ay beri noqonayaan ittubicuu la raacay min aladiina kuwii ay ka beri noqonayaan ittabacuu raacay dadka hadda baadilka maanta isku raacsan maalinta qiyaamo isinkiri doonaa waraawul cadaaba walxaalow ilaahay qad xaqeeqa raawul cadaaba cadaabka ay arkeen oy cadaabka indhaha ku wada hayaan saadiciinta iyo madbuuciinta weeye walxaal qad xaqeeqa ina xaalaysa qad xaqeeqa suuqadis walxaal qad xaqeeqee raawul cadaaba cadaabka ay arkeen ow ilaahay wataqadacad bihim ay ka go-go-dayne alasbaabu xariirkii oo xariirkii adduniyada ku lahaayeena waa ka go-go-day wataqadacad ay ka go-go-day ow ilaahay bihim ayaga alasbaabu asbaabtan ay ka go-day alwaslu allatii kaanat baynahum weye fi dunya weye xiriirkii waxaa go-aya adduniyada ay lahaayeen oo markaasi arxaamta leh qaraabanimada laysku xariisho iyo jacaylkii iyo waxyaabihii adduunyadii ay iskula xiriiri jireen ayaa meesha ka baxaya maxaya maalintaas maalin markaasi waxaas waxay tarahay ma jirto ma aha waana iyodana way kasoo tageen marka hadda casharkeen intaasu ku egyahay wallahi subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu